طبعا في ظل التطرف المناخي زي ما بنقول، ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع شديد ثم انخفاض في ارتفاع تاني، بكل تأكيد ده ليه تأثير على كل حاجة في الدنيا. ومن ضمن الحاجات اللي بتؤثر عليها ارتفاع درجات الحرارة هي المحاصيل الزراعية. مركز المناخ أعلن عن عدد من النصائح للمزارعين لأهم العمليات الزراعية الواجب اتباعها بعد انكسار هذه الموجة الحارة، وده طبعا حرصا على حماية الزرع وكيفية التعامل مع المحاصيل لتفادي أي تلفيات من الممكن أن هي تحصل بسبب التغيرات المناخية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا. يا أهلا بيك يا فندم. احنا دايما في متابعه مستمره مع حضرتك، لما ترتفع درجات الحراره بشكل يؤثر على المحاصيل الزراعيه بيكون دايما في مداخله كده من حضرتك عشان توضح لنا وتوضح كمان للساده المزارعين ايه التعليمات اللي المفروض يتبعوها. ايه الاعراض والتاثير السلبي لارتفاع درجات الحراره على المحاصيل الزراعيه اللي ممكن نعرفها للمزارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر حضرتك مره ثانيه، وده واجب علينا طبعا ان نكون مع اهلنا المزارعين دائما، وخاصة ان موضوع تغير المناخ هو موضوع مستجد بالنسبة للمزارع وبالنسبة حتى للمحاصيل المنزرعة، وهي كلها ظروف رغم الحمد لله يعني ان مظاهر تغير المناخ في مصر ليست بهذا العنف او كما يحدث في دول كثيرة، ولكن طبعا في تغير مناخ في مصر اهمها طبعا زي ما حضرتك ما تفضلت ان واضح ان في تغير في معدلات درجات الحرارة، حتى تغير في نسب الرطوبة، يعني الرطوبة ما كانتش بتزيد مبكرا. النهارده 22 ابيب، يعني المزارع اللي بيسمعنا عارف يعني ايه 22 ابيب، يعني يمكن لما بيسمع 22 ابيب بيرتاح شويه لان ابيب هو حر شهر في السنه وتقريبا خلاص على وشك الانتهاء، هنبدا في شهر مثلى يبتدي بقى يحصل انخفاض واضح في الطاقه الحراريه مش الحراره، لان اصبحت الشمس ظاهريا هتتجه جنوبا بعيد عن مدار السرطان اللي هو تحت اسوان، وبالتالي الطاقه الحراريه هتقل اللي هو الصهد، وده اكتر حاجه ممكن تعمل مشاكل للزراعه اللي هو الصهد وليست الحراره، لان الصهد ده بينتج عنه لسعات شمس الثمار، بينتج ان الاحجام بتقل زي حتى وسواس القطن زي المانجا زي الزيتون زي الثمور السنه دي ملحوظه اللي احجامها بدات تبقى مش كبيره قوي رغم انها بدات تتجه للتلوين. كل ده بيستدعي من المزارع ان لازم يكون واعي ويكون ممارساته الزراعيه مختلفه لان الظروف اختلفت، وبالتالي اهم دائما نصيحه بنقولها لاهلنا المزارعين هو موضوع الري. يا جماعه الري ما ينفعش ان انا امشي على نفس الميزان بتاع زمان. الفترات ما بين الري ان 10 ايام للذره دي ما تنفعش، على سبيل المثال 12 يوم للخضر الفلفل ولا غيره ما ينفعش، لازم اقلل فترات الري شويه على الاقل جدا يومين بالنسبه لكل المحاصيل دي في وجود الموجه الحاره. تمام. لان الغريب في الامر ان الموجات الحاره يا استاذ محمد دلوقتي اصبحت متتاليه ومتسارعه جدا، زمان كان الصيف كله يبقى فيه موجتين ثلاثه، الصيف كله الثلاث شهور ولا الاربع شهور وللاسف يا استاذ محمد بتقعد لها مثلا بال10 ايام ارتفاع في درجات الحراره وبعد كده تنخفض مثلا يوم يومين وترجع تاني ترتفع. انخفاض يعتبر انخفاض يعني مش اللي هو وبعد كده ترجع موجه ثانيه اخرى، احتمال تكون معدلاتها اكبر في النهايه. ده كمان بيدي عبء اضافي على مواردنا المائيه بالمناسبه، عشان ده كله يعني مش المزارع بس المخاطب بموضوع تغير المناخ. تغير المناخ لو كلنا كنا بنتابع كنا نلاقي جمله يعني الناس كانت بتستغربها في خطاب السيد رئيس الجمهوريه في اي منتدى له علاقه بالمناخ، ان قضيه تغير المناخ قضيه وجوديه. وجوديه يعني ايه؟ وجوديه يعني بتاثر على وجود الناس وحياتها وارزاقها ومعيشتها، عشان كده كل ممارساتنا لازم مختلف. وانا بشكر حضراتكم جدا ان لازم من الصبح يبقى في تقرير عن هيئه الارصاد الجويه تعرف الناس قبل ما تخرج من بيوتها الاجواء هتكون عامله ازاي، لان كمان ده الحفاظ على السلامه الشخصيه حتى للمزارع كمان مهم، عدم التعرض لاشعه الشمس من هنا لحتى نهايه ابيب او حتى لغايه 10 مصر اللي هو الشهر اللي جاي مهم جدا، لان الطاقه الحراريه ما زالت عاليه، والموضوع مش مرتبط باللي بيبقى فيه ضربات شمس لا قدر الله، لا في اجهاد حراري وبيأثر على الطاقه البدنيه وبيأثر على حاجات. طيب على الحاله المزاجيه هل يا فندم مع انخفاض درجات الحراره بشكل حتى لو نسبي ولمده يوم يومين، هل في تعليمات ثانيه من المفروض ان المزارعين يتبعوها خلال هذه الفتره؟ طبعا انا بقى بستغل بما ان الموجات الحاره هي السائده، بستغل الفتره ما بين اللي هي الهدن المناخيه ان في كتير من الزراعات الصيفيه مش عارف يزرعها لان خايف يزرع ما يحصلش انبات، فدلوقتي يفضل ان انا ابدا فعليا ازرع الذره العروه النيلي، ابتدي ازرع الصويا العروه الثانيه، اصحح يعني لا ينصح خلال اليومين اللي فيهم انخفاض في درجات الحراره.
تمام. من 3 ايام، كان اسبوع الحمد لله، لان بدات من يومين الانخفاض، مش انخفاض، هو عوده تدريجيه للمعدل، يا ريت انخفاض يعني، هو ملوش علاقه بالانخفاض اصلا. وبالتالي مهم جدا ابتدي بقى ارش المركبات اللي بتحمي ثمار المانجو الاصناف المتاخره، ارش الزيتون عشان موضوع التحجيم مهم قوي بالنسبه للخضر الطماطم، اللي شكل خضر جديده يبتدي فرصه كويسه ان يبتدي يرش المبيدات الجهازيه، لان ما اقدرش ارشها في الموجه الحاره عشان بتاذي النبات اكثر ما تحميه. دي كلها توصيات مهمه. بالمناسبه مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزاره الزراعه يمكن يوميا بينزل هذه التوصيات، وهي توصيات جديده من نوعها، ما المزارع ما كانش بيتعود على يبقى في توصيات للانذار المبكر، فالحمد لله في استجابه كويسه جدا من معظم مزارعي مصر لهذه التوصيات. طيب بالنسبه للري يا دكتور، برضه نفس المعدل بتاع الري اثناء ارتفاع درجات الحراره ولا بيختلف اليومين دول؟ لا طبعا، زي ما قلت لحضرتك انا بقلل الفتره ما بين الريات، انا مش هزود ريات، يعني مثلا لو بالتنقيب ساعه مش هقول له ساعتين ولا ساعه ونص، بس اقول له بدل ما تروي كل 3 ايام بالتنقيب على سبيل المثال، اروي كل يومين. في اللي لسه مشتول جديد بيروي مره في اليوم غصب عنه، لان البخر ريحته عالي جدا، ممكن يروي مره صباحا يعني في حدود 45 دقيقه مثلا، ومره مساء طالما ورايا بالتنقيط والميه موجوده والشبكه متاحه، يفضل بكثير جدا ان نروي بالنظام ده. ابعد قدر الامكان عن الري اثناء الظهيره، تمام، الفتره من الساعه 11 للساعه 3 العصر، عاده ان يكون مصدر الري طاقه شمسيه، لان ده فتره الكفاءه، ما اقدرش اقول لا. فده مهم جدا، التوصيات دي مهمه جدا يا استاذ محمد لكل المزارعين. طيب هل في اي محاصيل اتاثرت خلال الفتره اللي فاتت، ولا الكل ملتزم بالتعليمات وبالتالي بيحافظوا على المحاصيل بتاعته؟ ما نقدرش نقول ان مفيش محاصيل اتاثرت، لان تغير المناخ في النهايه هو يعني فوق قدره دول، مش فوق قدره مزارعين يعني. تغير المناخ قضيه كبيره جدا طبعا، مفهوم. في بعض التاثيرات على عروه الطماطم الفتره دي، انا ما اعرفش اصلا هيبقى لها تاثير ولا لا على الاسعار الفتره الجايه، ولكن في تاثير واضح على عروه الطماطم، على الخضر، في تاثير واضح حتى على محصول الذره اللي بيزرع في توقيتات يجي فتره الاخصاب مع الموجه الحاره او مع الموجات المتتاليه بيحصل مشاكل. عشان كده دائما وابدا بنقول يا جماعه مواعيد الزراعه لكل محصول بننزلها بجداول عشان الناس برضو تخلي بالها من النقطه دي. ففي بعض التاثيرات، ولكن الحمد لله من الملاحظ انها ما تكونش تاثيرات مؤثره بطريقه كبيره على المستوى القومي. طبعا ما فيش شك انه باتباع التعليمات هنقلل التاثير اللي ممكن يحصل على المحاصيل الزراعيه. كل الشكر لحضرتك دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، شكرا جزيلا يا فندم.